بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوحيد والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. أيما صبي، هذه أيما من الفضل عموم. أي صبي، الصبي هو من دون البلوغ، ثم بلغ حج مع أهله، ثم بلغ الحنث. بلغ الحنث الإثم، الأصل فيه الحنث الإثم، لأنه صار يؤاخذ بالآثام والحسنات التي يفعلها، بخلاف من دون البلوغ فإنه يعطى أجر حسناته ولا يؤاخذ بالسيئات. أيما صبي بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. إذا حج مع أهله قبل أن يبلغ الحنث فإنها لا تعتبر حجة الإسلام، بل يشترط في حجة الإسلام أن تكون من بالغ عاقل حر، فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق، حج وهو مملوك مع جماعته مع السيادة، وسواء قام بأفعال الحج كلها أو تأخر عن بعضها فإنه لا يكفيه ذلك، فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، كل رجاله ثقات، فهو حديث صحيح، إلا أنه الراجح فيه أنه موقوف. والموقوف هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقط، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا تدخله الاجتهادات، فيجوز أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس على ذلك المجنون كذلك، إذا حج وهو مجنون، حج به وهو مجنون مربوط، وذهبوا به معهم إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومزدلفة إلى منى، ورموا عنه الجمار، فإن هذا لا تكفيه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج حجة وهو عاقل بالغ حر. هذه شروط الحج عن المرء: أن يكون بالغ، الصبي ما يصلح أن يحج حجة الإسلام،
وإنما يؤجر على حجه، والرقيق ما يكفيه أن يحج حال رقة، والمجنون لا يكفيه أن يحج به حال عدم عقله، بل لا بد من إدراكه لما يقول ويفعل. نعم. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال المؤلف: رجاله ثقات، والمحفوظ أنه موقوف، وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريقين وإسناده. قال الراوي: هذا الحديث موقوف، والمحدث معناه أنه موقوف على الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال المؤلف: رجاله ثقات، والمحفوظ أنه موقوف، وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريقين، وإسناده صحيح مرفوعا وموقوفا، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. قال في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي طبيان عن ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع، لهذا نهاهم عن نسبته إليه. مفردات الحديث: الحنث بكسر الحاء المهملة وسكون النون، ثم ثاء مثلثة، هو الإثم والذنب. معناه ثم أنه ثاء مثلثة، يعني ثلاث نقط فيها، ليست تاء وليست باء وليست غير ذلك، بل هي ثاء بالثاء. ثم ثاء مثلثة هو الإثم والذنب. معناه أنه بلغ أن يكتب عليه إثم ذنبه إذا بلغ حد التكليف. أيما أي اسم شرط، وهي هنا معربة لأنها مقطوعة عن الإضافة، وما زائدة، والتقدير أي صبي إلى آخره. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فيه دليل على صحة حجة من لم يبلغ، وقد تقدم بيانه. ثانيا، أن حجة الصغير لا تجزئه عن الإسلام، فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعا. فكان مستطيعا، أما إذا كان لم يستطع الحج فلا بأس عليه ولا يلزمه، أو مات وهو صغير لم يبلغ الحنث فلا تلزمه حجة أخرى. ثالثا، قال الترمذي وابن عبد البر والوزير وغيرهم: أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ووجد سبيلا إليه، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. رابعا، إن كان الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية، ولا توجد عليه واجبات يوصف بأنه فرط فيها، إلا أن هذا لا يسقط وجوب تأديبه وتربيته بالحكمة. خامسا، أن حجة الرقيق قبل عتقه صحيحة. صحيحة، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام. له أجرها، وللساعي في حجه أجرها، كما يكون ذلك للصغير. سادسا، أن حجة الرقيق قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل عليه أن يحج أخرى إذا كان مستطيعا عملا بهذا الحديث. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم. أما إذا كان لم يستطع الحج، عتق لكن ليس له مال ولا يستطيع السير إلى مكة، فلا إثم عليه ولا يلزمه شيء من ذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن الصبي والعبد إذا حج في صغره والعبد في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا سبيلا. وقال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجدا سبيلا، ولا يجزئ عنهما حج في حال رقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الإثم والذنب؟ ما هناك فرق بين الإثم والذنب، لأن الإثم يعلق على المرء بسبب فعله والذنب كذلك. يقول السائل: أنا من الجزائر أشتغل في محطة بنزين، هل يجوز أن أعمل أثناء وقت الجمعة أثناء الدوام علما أنهم يعاقبوننا بالطرد من العمل؟ لا يجوز البيع والشراء ولا غيرهما وقت صلاة الجمعة، يعني عند الأذان الأخير، أما قبل الأذان الأخير فيجوز لك أن تبيع وتشتري، أما بعد الأذان الأخير فيجب عليك أن تمتنع عن البيع والشراء، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يمضي إلى الذكر والصلاة، وقت الصلاة ليس بطويل، عند سماع النداء لا يجوز، عليك أن تستمع الخطبة ثم تستمع ثم تصلي ثم تذهب إلى عملك. يقول السائل: ما حكم من طاف وسعى في العمرة وهو يلبس لباسا داخلي مع الإحرام؟ طواف المرء وسعيه للعمرة أو للحج حال لباسه اللباس الداخلي أو الخارجي، هذا لا يخلو، إن كان جهلا أو نسيانا فالله جل وعلا يعذره، أما إن كان تعمدا فعليه فدية ذلك، وعمرته وحجه صحيح لكن عليه الفدية، والفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وبالخيار بين هذه الأمور 3. يقول السائل: ما هو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الذي يراه الصحابي فقط، يقوله الصحابي ثم ما يقوله الصحابي، إن كان مما فيه مجال للاجتهاد فهو كما قالوا عنه، وإن لم يكن فيه مجال للاجتهاد فهو حكم المرفوع، لأن الصحابي رضي الله عنه لا يتجرأ أن يقول شيئا حكما فيه شك. يقول السائل: محرم أخذ اللقطة في ميناء والآن في بلاده، يسأل عن حكم فعله. اللقطة في ميناء حكمها حكم اللقطة في الحرم، لأن مكة كلها حرم، ومنى من مكة بخلاف عرفات فهي لقطتها لقطة عادية كسائر البلاد، وأما في منى فاللقطة حكمها حكم الحرم، هل تملك أو لا تملك قولان للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: خطبت امرأة بعد صلاة الاستخارة وتوفقنا على الزواج ثم رفضت، بعد شهور رضيت مرة ثانية، هل أصلي صلاة الاستخارة من جديد؟ لا بأس عليك إذا قبلتها، لأنك استخرت صليت الاستخارة، والاستخارة تنفع في أول الزواج وفي عند العزم عليه وعند عدم العزم عليه، لأن الله جل وعلا قد يكون لك بالاستخارة خير، قد يجعل لك بالاستخارة خير، قد تستخير الله فيكتب الله لك في ذلك الخير، وقد تستخير الله فيكتب الله لك بها خلاف ذلك، فعليك أن ترجع إلى نتيجة الاستخارة وتعتمد على الله جل وعلا. يقول السائل: ما حكم التعامل مع أهل المحلات في الشراء وهم يبيعون
وهم أموالهم مخلطة بالمباح والمحرم وموالد التجميل وغيرها. عليك أخي ألا تشتري إلا المباح وتجتنب الحرام فلا تشتريه، وأما التعامل مع صاحب الحرام هذا لا يخلو، إن كان فيما هو محرم فلا يجوز، وإن كان في غير المحرم كأن تشتري الشاي أو الطعام الحلال ممن يبيع الدخان هذا أنت بالخيار، إن شئت أن تفعله فلا بأس عليك لأنك اشتريت الحلال الطيب، وأما إذا شئت ألا تفعل ذلك فهذا خير لك، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت تركت التعامل مع هذا الرجل لأنه يتعامل بالحرام مع غيرك، وأما أنت فلا تتعامل معه بالحرام، لكنك تركته لأجل تعامله بالحرام. فمثلا دخلت البقالة أو الدكان أو المعرض وجدت فيه بيع الدخان أو بيع الخمر فخرجت، فقال لك صاحب المحل تعال ماذا تريد يا أخي؟ قل يا أخي أنت تتعامل بالحرام فأنا ما أريد أن أشتري منك، أشتري من غيرك، وتعلمه بذلك لعله يترك الحرام وبيعه. فإذا تركت شيئا من أجل شيء آخر فأنت مأجور إن شاء الله. يقول السائل ما نصيحتكم للإخوة الذين يتساهلون في طلب العلم؟ العلم أيها الإخوة نوعان، نوع من العلم يحتاج إليه المسلم في صلاته وزكاته وصيامه وحجه، فهذا فرض عين يجب على الإنسان أن يتعلمه، أما من ما كان خلاف ذلك فهو توسع في العلم، فهذا من فروض الكفاية أو مما لا يلزم تعلمه إلا للعلماء، فإذا تعلمته فأنت مأجور، وإذا تركته فلا إثم عليك، لأنه يلزم أن يتعلمه العلماء دون الناس عامة. يقول السائل هل المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي يقطع الصلاة؟ لا يجوز أذى العلماء كما لا يجوز أذى المسلمين عموما، ويحرم على المرء أن يتخطى يمر بين الرجل وسترته إلا في المسجد الحرام، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يجيز ذلك وبعض العلماء يمنع مطلقا، والأولى للإنسان ألا يمر بين يدي المصلي، يبتعد عن المصلي فلا يقطع عليه صلاته ويشوش عليه في عبادته. يقول السائل ما الفرق بين قولنا هذا حرام وهذا لا يجوز؟ ما بينهما فرق، كله لا يجوز، إلا أن قولنا هذا حرام يكون صريح في أنه حرام، وذاك إذا قلت هذا لا يجوز قد يكون مكروها وليس بحرام. يقول السائل ما رأيكم في من عنده مال ولم يحج ويقول هذا المال أزوج به ابني وابنتي، فهل هذا صحيح؟ هو لا يلزمه الحج إلا إذا كان المال عنده زائد عن حاجته الضرورية، فإذا كان ابنه أو بنته في حاجة للزواج ويحتاجون إلى هذا المال فلا بأس عليها أن يصرفه في الزواج ويتوقف عن الحج حتى يوسع الله عليه، فالحج ما يلزم إلا مع السعة لمن استطاع إليه سبيلا. يقول السائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ طواف الوداع في العمرة
بخلاف الحج، فالعمرة محل خلاف. بعض العلماء رحمهم الله لا يرى الوجوب، يقول لأن العمرة إذا دخل المسلم المكة وجلس فيها فلا يلزمه أن يطوف عند سفره، بخلاف الحج فإنه يلزمه السفر عند السفر أن يطوف، لأنه في حال الحج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، وهكذا ثم يرجع إلى منى. فلا يجوز له أن يغادر مكة بعد الحج إلا بطواف الوداع. وأما العمرة فهو يؤديها ويبقى في مكة حتى ينتهي وقته، فلا حرج عليه أن يسافر بدون طواف لأنه ما غادر مكة. وبعضهم يرى وجوب ذلك ما هو واجب في الحج. يقول السائل: ما حكم المساعدات التي تأتينا من الغرب الكفار من أطعمة ونحوها؟ إذا كانت أطعمة حلال فلا بأس علينا أن نأخذها حتى وإن جاءت من قبل الكفار، إلا إذا كان يشترون بها دين المسلم، يشترطون عليه يترك دينه، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك شيئا من الواجبات، فلا يجوز له أن يأخذ منهم شيئا. وأما إذا كان يعطونها لكل أحد سواء صلى أو لم يصلي، زكى أو لم يزكي، فلا بأس عليه، لأن الطعام الحلال أباحه الله للمسلم من أي جهة ورد عليه. يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب. إذا دخل المرء المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، فعليه أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء ويسقط عنه الترتيب لأجل إدراك الجماعة. فإذا صلى العشاء وانتهى الإمام فعليه أن يصلي المغرب، وإن كان صلى العشاء من قبل فيجوز له ذلك. يقول السائل: جئت إلى مكة كخادم واستطعت الحج، فهل يلزمني الحج مرة ثانية بعدما أعود إلى بلدي؟ جئت إلى مكة خادم بمعنى أجير، كأن كنت أجيرا فلا يلزمك الحج مرة أخرى. أما إذا كنت على أساس أنك مملوك رقيق، فالرقيق يلزم الحج مرة أخرى بعد عتقه. أما الظاهر إذا كنت كخادم يعني عامل في هذا الحمل وليس مملوكا فيجزي عنك الحج الأول. يقول السائل: مجموعة من المعتمرين قدموا إلى مكة لأداء العمرة ويريدون الجمع بين فضل العمرة وفضيلة المولد، ما الحكم؟ فرق بين الاثنين يا أخي فرق عظيم. العمل في العمرة واجب إذا كان أول عمرة يعتمرها المسلم، وإذا كان ثاني عمرة فهو مستحب، بخلاف العمل في صفة المولد والاحتفال بذلك فذلك مكروه أو محرم، يحرم على المرء أن يشتغل بتحريم بشيء من المولد. المولد حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أمر به، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا المولد ولا أخذوا به، وكذلك من بعدهم من الصحابة التابعين ومن بعدهم.
إلى القرن الرابع ففعله بعض المبتدعة تحقيقا وتشبها بالنصارى، لما كان النصارى يحتفلون بمولد عيسى وهو محرم عليهم كذلك، لكنهم يحتفلون بمولد عيسى، فقال بعض ضعاف الإيمان وقلة تعاليم الإسلام عندهم: نحن أولى بالاحتفال بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحتفلوا بذلك فطار بها الشيطان وفرح ونقلها إلى أماكن متعددة، نقلها إلى أماكن متعددة، فسار شرقا وغربا حتى اختلط الحابل بالنابل، استوى أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة، لأن أهل السنة ضعفوا أمام أهل البدعة فأخذوا بهذا. والواجب على المسلم أن يأخذ بالسنة ويترك البدعة وإن طارت وكثر القائلون بذلك، بخلاف السنة فالإنسان فيها مأجور، يؤجر على ذلك إذا أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليحذر المسلم أن يكون من أهل البدعة أو من ينشر البدعة ويقولها من مكان إلى مكان، كل هذا محرم على المسلم، وعليه أن يتمسك بالسنة ولو قل الآخذون بذلك. فلا يقال إنه أيهما أولى، فرق بين السنة والبدعة. الحج والعمرة سنة ومستحب للمرء أن يعتمر، بخلاف البدعة كزيارة المولد والأخذ بذلك وتنظيمه، هذا من المحرمات في الشريعة الإسلامية. يقول السائل: هل يجوز الاختلاط في العمل سواء للمرأة والرجل؟ لا يجوز أن يختلط بالعمل الرجل والمرأة، فإن كان العمل من اختصاص المرأة فعلى المرأة أن تستقل به، وإن كان العمل من اختصاص الرجل فعلى الرجل أن يستقل به، ولا يجوز لأحد منهم أن يدخل في عمل الآخر. فالعمل للرجال لا يخالطه النساء، والعمل للنساء لا تخالطه الرجال، وهكذا الواجب على المسلم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لجدة المتوفية؟ نعم يا أخي، يجوز أن تعتمر لجدتك سواء كانت حية أو متوفاة، فالمتوفاة يجوز مطلقا، والحية بعد إذنها الموجودة على قيد الحياة يجوز لك أن تعتمر وتحج عنها إذا أذنت لك بذلك. ومن أي ميقات؟ يقول السائل: ومن أي ميقات أحرم؟ إن كنت خارج مكة فإذا حاذيت أحد المواقيت فيجب عليك أن تحرم، وإن كنت داخل مكة فعليك أن تخرج إلى الحل لتحرم من الحل، لتجمع بين إحرامك بين الحل والحرم، وكل نسك لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم، يعني الحج تحرم من مكة وتخرج إلى عرفات، وعرفات من الحرم من الحل، فأنت جمعت بين الحل والحرم،
وإذا أحرمت بالعمرة من مكة فيجب أن تحرم من الحل لتجمع بين الحل والحرام. يقول السائل: إذا حج الرقيق قبل العتق عدة حجات ثلاثا أو خمسا فهل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الرقيق المملوك الذي يباع ويشترى لو حج عشر حجات مو خمس أو عشرين حجة وهو رقيق ما تكفي هذه الحجات عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج إذا عتق، فإن مات ولم يعتق فلا يجب عليه شيء. يقول السائل: هل يجوز تخصيص يوم ثاني عشر لصوم احتساب للصوم احتسابا واعتقادا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم الذي ولد فيه؟ لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم حد علينا حمرنا بالصيام في أيام معلومة، ولا يجوز لنا أن ندخل فيها ما ليس معلوم، فإذا صمنا في يوم من الأيام المعلومة فيجوز لنا ذلك، وإذا صمنا في أيام مخالفة للشرع فلا يجوز لنا ذلك، كيوم الجمعة مثلا لا يجوز أن نخصصه بالصيام، ويوم السبت ويوم الأحد لا يجوز لنا أن نخصصهما بالصيام، ويوم الاثنين أي يوم من أيام الاثنين يستحب لنا صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين. أما أن نخصص يوم الثاني عشر سواء كان في يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد فلا يجوز لنا أن نخصصه، لأننا خصصناه لأنه اليوم الثاني عشر، والثاني عشر لم نؤمر بصيامه إلا على أساس أنه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض. يقول السائل: هل يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال نقدا؟ ما يلزم هذا أن يكون رأس المال نقدا، وإنما يكون معلوما، من أجل أن المرأة إذا أراد أن يحاسب شريكه أعطاه بقدر ماله، كأن يكون أرضا أو بيتا، يقول هذا البيت ضارب به بعه وضارب به، أو هذه الأرض بعها وضارب بها، وهكذا. يقول السائل: هل فعلي يعتبر تقصيرا مني حيث لم أذهب إلى مكان الاحتفال بالمولد النبوي عليه الصلاة والسلام؟ فعلك أخي تؤجر عليه، إذا أردت أن تعلم الناس بأن هذا الاحتفال بدعة وأنت لا ترغب في إقامة البدعة فأنت مأجور إن شاء الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.